إذا مشاهدينا الكرام، الآن جاء ضابط الاحتلال يأمر الشبان في عدم الهتافات في منطقة هذا العمود. Good.
إذن مشاهدينا الكرام، جاء الآن ضابط الاحتلال ليطلب من الشبان بالوقف عن الهتافات الوطنية. كما ترون هنا الآن ضابط الاحتلال متواجد في منطقة على درجات باب العمود، الآن قام بالطلب من الشبان للوقف عن الهتافات الوطنية. الشباب Thank you.
عندنا الآن مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام الان قوات الاحتلال قام قبل متواجدين في منطقه باب العمود. طبعا الان مشاهدينا الكرام نقل احد الشبان التي تم اعتقالهم قبل قليل.
ما بصبر. إذا حدث مشاهدينا الكرام هو أن قبل قليل كان هناك عدد من الشبان يهتفون على درجات باب العمود. جاء أحد الضباط الإسرائيلية وطلب من الشبان بأن يتوقفوا عن الهتاف وإلا سيتم قمعهم. بالفعل جاءت وحدة من الجيش وقامت بقمع الشبان، وأيضا اعتقلت أحد المتواجدين. Thank you.
I'm gonna
I
Thank you.
Oh!
Thank you.
شايفين الشله زي ما هي. ايوه